السلام، انا معاد احبوس. شكرا بزاف للدعم ديالكم لاشين ديالي. اليوم غنكمل الجزء الثاني ديال لا بواطا ميغفاي. المهم راه كنجمع لي شابيتخ، ما كنديرش كل شابيتخ بوحدو، ولكن انا الهدف مني هو نلخص لك ونبسط لك القصه وشنو وقع فيها. هذا هو الهدف ديالي. قبل ما نبدا بغيت نقول باللي راه انا ماشي كنتعطل عليكم، انا كنمشي نقلب ونبحث مزيان ونجيب لكم الحقيقه والقصه كما هي، فاسمحوا لي بزاف وقبلوا عليا. خليناها فاش لقاو زينب بنت رحمه، فاش لقاوها ودارت لهم لالا رحمه ديك الزرده ديك العراضه، غنسالي هاد الشابيتخ هذا. من مور هاد الشيء سيدي محمد غادي تجر امو معاها باش يمشيو يشوفوا جارتهم القديمه اللي سميتها لالا عيشه. لالا عيشه ديك المراه اللي كانت جات عند لالا زبيده باش تدي سيدي محمد يشرب الماء من الضريح ديال سيدي علي بوغالب. مهم لالا زبيده جرات ولدها ومشى معاها لعند هاد لالا عيشه هادي، وسيدي محمد لاحظ كيفاش ملي جلسات امو هي ولالا عيشه بقاو تينمموا في العيالات وفي الناس ديال الحومه، بقى ملاحظهم كيفاش كيهضروا في الناس. فمات سيدي محمد لالا زبيده اتصيفطو يلعب حدا الزنقه ديال الحومه ديال لالا عيشه، بقى تيلعب مع الدراري اللي تما ولا ديك الحومه، وبقى كيلعب معاهم لعبه عريس وعروسه. نتوما عارفين لعبه عريس وعروسه، يعني كيديروا احداث هكا العماريه داكشي، غتكون نتوما لعبتوها في الصغر. انا بوحدي اللي ما لعبتهاش، واخا لعبه زوينه ولكن فاك. هاد اللعبه هادي غتسالي بالمدابزه. فسيدي محمد كيعاود لنا ان واحد من الحومه كنضرب واحد البنت بنت الجيران، فوقع المشاكل وسالت اللعبه بالمدابزه، وكل واحد مشى فحالو لدارهم بحال ملي كتقطع كره كل واحد كيتشتت لدارهم. واحد شويه غيجي مولاي العربي العلاوي. مولاي العربي العلاوي هو راجل لالا عيشه، جا للدار ديالو بقات كتهضر معاه مراته عيشه، قال ليها شي حاجه وفجاه بقات كتبكي، بقات كتبكي وكتبكي ومقلقه. سيدي محمد ما فهم والو في هذا السيناريو، ولكن نقل لنا هذا الحدث بكل لي ديتاي ديالو، على ان مولاي العربي العلاوي غير قال لمراته عيشه داك الشيء بقات كتبكي وتقلقات. ماين سيدي محمد لالا زبيده واساتها وبقات معاها العشيه كامله. في الليل سيدي عبد السلام مشى للدار ديال لالا عيشه باش يدي مراته وولدو سيدي محمد. الغد ليه لالا زبيده فاقت وعاودات لراجلها سيدي عبد السلام على شنو اللي خلى لالا عيشه تبكي من بعد ما قال لها راجلها ديك الهضره. قالت ليه لالا عيشه بكات حيتاش مولاي العربي العلاوي تخاصم مع صاحبه في الخدمه. انا نقول لكم كيفاش. هاد مولاي العربي العلاوي راجل لالا عيشه كان عنده واحد الحانوت واحد المحل، وكان خدام عنده واحد البنادم سميتو عبد القادر، وهذا عبد القادر هذا كان باغي يتزوج وخصوه الفلوس، وسلفو مولاي العربي ودار معاه زوين. وواحد الفتره ولا حتى شريكو، قال ليها تولي شريكي في الخدمه انا تايق فيك، ولا شريكو في المحل وما بقاش غير خدام، دار معاه زوين. ولكن هذا عبد القادر هذا ما ردليش فلوسو اللي كان سلفهم ليه مولاي العربي. فمولاي العربي شاف ان الاوضاع غدا وكتتطور لأسوأ، فدعاه وخا دعاه ما صور والو، واللي ربح القضيه وخدا المحل هو داك عبد القادر. سيدي محمد هاد الفتره اللي كيعيش وهاد الشيء اللي كيسمع دابا، الاختطاف ديال زينب ورجوعها ومولاي العربي، البلان اللي وقع عليه ما بينه وبين عبد القادر، فباش ينسى ويرفه على راسو كان كيتانسبيرا من لا بواط اميرفي هذيك الطاسه. وزياده على هاد الشيء كانوا واحد الحجايات اللي كان كيحكيهم ليه مولاي عبد الله مول الحانوت، واحد الحانوت حداهم، هاد السيد كان كيحسس سيدي محمد بواحد الراحه حيت كان كيحكي ليه الحجايات. بات سيدي محمد عبد السلام عاود على مول الحانوت هاد عبد الله هذا، جمع مرته وولده وبالصدفه واحد النهار عاود ليهم عليه، قال لهم هذا عبد الله هذا راه واحد السيد غامض ومزكرم، حتى واحد ما عارفه لا فين كيسكن لا ما عارف عليه حتى شي حاجه، كاين بنادم اللي تيقول عليه كاع ملحد، كاين بنادم اللي تيقول عليه راه كيكون في دوك البلايص ديال الضريح ودوك انه مخلصه الحكومه باش يقول هاد الحجايات للناس اللي كيجيو عنده. قال لهم باللي راه انه كيقولوا عليه باللي شي نهار كانوا شافوه في شي زاويه على انه زعما سيد، وقال لهم ان الاغلبيه كيمشيو عنده باش يعاود لهم الخرايف، وبزاف د الناس ما حاملينوش وحتى واحد ما فاهمو
لا شنو الدور ديالو في ديك الحومة، لا شنو هو كيدير، شنو الهدف ديالو من داكشي دوك الحجيات اللي تيقول. سيدي محمد نقلينا شنو قال عبد السلام على عبد الله مول الحانوت. عبد السلام طبيعة الحال كيعاود على هذا عبد الله بحال شي واحد في الفي بي اي اف بي اي اف بي اي. المهم دازت ايام، سيدي محمد مشى للمسيد وعاود على الفقيه باللي كان داك النهار فرحان وناشط وما قداته فرحه، ما عطاهم لا عصا لا والو. حيت علاش؟ حيت عاشوره قربات، وملي كتقرب عاشوره قال لنا باللي الاباء كيحطوا الفلوس باش يزينوا المسيد، دونك ما عطاهمش العصا وتعامل مزيان وكان فرحان داك النهار. سيدي محمد حتى هو كان فرحان، وبطبيعه الحال راه الفقيه ما معصبش، دونك سيدي محمد فرحان. ملي مشى للدار ما لقاش امو، وملي ما لقاش امو تقلق بطبيعه الحال، بدا تيسول فين مشات امو. رجعات امو وبدات كتعاود الجارات اللي حداها على القصه ديال لالا عيشه، عاقلين على القصه ديال لالا عيشه ورجلها. المهم عاودت لهم كيفاش تطورت الامور، فمولاي العربي رجل عيشه من مر المشكل اللي داز منه، مراته لالا عيشه باعت ذهبها باش تعاونه وترجع فيه الروح. العيالات وراء كل رجل عظيم امراه، ورجعت فيه الروح باش يخدم من جديد ويفتح محل اخر. غير سالت لالا زبيده الهضره ديالها والنميمه ديالها على لالا عيشه، تسمع واحد الغوات ديال البكا، يعني شي واحد تيغوت. بغاو يعرفوا شكون هذا اللي كيغوت، مناش جاي هاد الغوات هذا. واحد الجاره اللي غوتات، علاش؟ حيتاش الحلاق اللي في حومتهم سيدي محمد بن طاهر، هذا الحلاق ديال الحومه ديال سيدي محمد، هاد سيدي محمد بن طاهر جاتو سكرات الموت فمات. مين سيدي محمد لالا زبيده مشات تعزي مع جارتها مرات الحلاق، فمشى معاهم سيدي محمد حتى هو. وفاش رجع بداو كيتخيلوا ليه شي حوايج اللي في شكل، بدات كيتخيل ليه الموت، كيفاش كدوز الموت، الدفن، مراسم الدفن، عذاب القبر، والحوايج اللي كتخوف. فداكشي اللي كان هو عارفه في عقله كانوا كيتخيلوا ليه شي حوايج. سيدي محمد بحال الا جا الاكتئاب والديبرسيون، بحال الا خايف. وبا عبد السلام لاحظها فيه، فبا عبد السلام باش يهدنو بغى يعاود ليه شي قصص وشي حكايات. فبقى تيعاود ليه على الجنه والملائكه، فاش الملائكه تيجي ويقبطوا الروح ويديوها وشي حوايج زوينين باش يطمئن الولد. ولكن الولد واخا هكاك اثرت فيه دوك الحوايج اللي شاف، راه مشكل مور مشكل، سيناريو مور سيناريو، فالدري بحال تلخبط ولا كي يشوف شي حوايج خاف وتقلق وجاتو الديبرسيون، وتخايل راسو ميات ودين وكيدفنوه، يعني عزينو هكا تيغسلوه وتيدفنوه. حتى نعس وبقى تيحلم بداك الشيء. قال لنا سيدي محمد ولا لوناغاتور قال لنا انه فاش نعس بقى تيحلم بداك الشيء اللي كان كيتخايلو. ومولا الزبيده فاش هو فاق الصباح ما خلاتوش يمشي للمسيد، حيتاش كان بحال ضارب شي حاجه. سيدي محمد كان خايف حيتاش في هذا السن هذا اللي هو 6 سنين وشاف هذا الشيء كامل، اثرت عليه، اثرت على نفسيته، داكشي علاش كان مأزم. وديما تيبان لينا انه في القصه انه وحيد ومأزم وديما بوحدو وخالق عالمو ديالو بوحدو، فداكشي علاش اثرت، داكشي تيبان شخصيته هكا وحيده. هنا سيدي محمد غايقول ستوب ومشى صافي، مبقاش كيديها في الجارات والنمطيه ديالهم وداكشي اللي كيديروا في عائلهم. فمشى تيعرض القران اللي كان حافظه، بقى تيعرض شويه. جات عنده امو عطاتو واحد البراسلي ديال الكوير، دوك اللي كيتباعوا ب10 درهم غالبا تبيعوهم دوك الافارقه، فبحال هادوك عطاتها لامو وفرح بها ومشى للدروج كيفرح كيفرح كيفرح، وبقى كينقيها ويشوف كي دايره ويشوف فيها ويلعب بها. شويه جات عنده المشه ديال زينب بنت جارتهم، اللي ديك زينب اللي ما كيحملهاش سيدي محمد، فجات عنده المشه بقى حتى هو تيلعب معاها وتيقيسها وحط ليها داك البراسلي في عنقها. شويه اش غيوقع؟ المشه هربات، فسيدي محمد يصحاب ليه بحال زينب هي اللي صافطات المشه باش تاخذ ليه داك البراسلي اللي عطاتو ماما. انا سيدي محمد غيهبط وبدا يهلل ويقول لها انت اللي حرشتي المشه تجي تاخذ ليه البراسلي، وهكا بدا تيدابز معاها. واصلا كان باغي يعني يدابز معاها وما تيحملش فيها الزغبه كما كنقول ديما، واحد التضاد بيناتهم. هنا غنكون ساليت هاد الفيديو هذا. شكرا بزاف، الجزء الثاني كان طويل شويه،
كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه القصه وتاخذوا بزاف ديال المعلومات والكلمات بالفرنسيه باش ينفعكم هذا الشيء. الى اللقاء وشكرا بزاف.